مرحبا يا شباب، قعدوا. مجد، سمعت شغلة. مثل شو أنسة؟ سمعت رح تسجلوا أسطوانة ورح تتضمن غنية من تأليفك كمان. إيه. انبسطت لكم كتير، برافو، ألف مبروك. شكرا كتير. مبروك مجد. إيه، وهلأ خلونا نبلش بالدرس. اليوم رح نحكي عن الموسيقى الشعبية. الموسيقى الشعبية بشكل عام يا أما بتكون بشكل مقاطع أو مثل ما منعرف ممكن تكون بالشعر العادي المحكي باللهجة العامية. الكلمات بتكون منظومة والقوافي ممكن تكون على أكثر من نوع كمان. رح أعطيكم مثال لوضح لكم كيف. خلونا نكتب على اللوح مقطع من مجموعة كارجي. مجد؟ في مجال أنت تكتب؟ عذريني اليوم أنسى. ماشي، أنا رح أكتب لكم إياها. أنسي، 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 شو صار لك؟ شاء الله أنسي أجي. شو صار لإنجي؟ شبهها؟ دكتور ما قال شي، بس الظاهر في شي عالطريق. شو في؟ قصدي احتمال تصير أب إن شاء الله. صير أب؟ شو ما فرحت بهالخبر؟ بلا فرحت. ما بيصير يا أنسة، تشخصي حالتها ولسه لهلأ ما عرفنا شو سبب دوختها. مرتي كيفها؟ بنتنا حامل حضرة الدكتور؟ لا، انتو مين قالكن هالحكي؟ شو معالا كان؟ هلا ما فيني قلكن اي شي، مفروض تضل بالمشفى لكم يوم لانه لازم نعملها شوية تحاليل. في شي خطير دكتور؟ بصراحة ما فيني قلكن شي قبل ما نعملها التحاليل، بالإذن منكم.